لا تأمنن من الزمان تقلبا إن الزمان بأهله يتقلب ولقد أراني والليوث تهابني وأخافني من بعد ذلك الثعلب. السلام عليكم، مسيتم بالخير. قصتنا اليوم إن شاء الله عن تقلب الأحوال ولا تبقي على حال لها شان. نبي ناخذ مثال قصة حصلت في عصر الأندلس عن تقلب الأحوال من حل إلى حل، أو من ردي الأحسن أو من أحسن للردي. فهذه الدنيا وهذه سنتها. بسم الله. أحد أوجه الازدهار في عصر الأندلس كان من أهمها عصر عبد الرحمن الناصر في الدولة الأموية، وكان في أواخر الدولة الأموية اللي حكم 50 سنة. ازدهرت الأندلس في عصره اقتصاديا، ثقافيا، عسكريا، جميع نواحي الحياة. فكان عبد الرحمن الناصر عصر ازدهار. أما بالنسبة لقصتنا فتبدأ من بعد ما خلف عبد الرحمن الناصر ابنه الحكم. عقب ما جاب ابنه الحكم، عبد الرحمن الناصر اختار أحد يربيه، مثل ما تقولون مربي، معلم، تعرفون محاكم، ما هو فاضي يربي عياله، ما هو مثلنا الرجال اللي يربي الولد، لا، حاكم يدور لها نخيبة الناس اللي تربي ولده، جهزه الحكم الدولة بعد ما يتوفى أبوه. فاختار أو طاحت العين على أحد أهم علماء ذاك الزمان، فكان هذا اسمه جعفر المصحفي. تقريبا كان هو اللي ملازم الحكم من ولادته إلى سن الرشد. كل السنين كان هو المؤدب، المربي، المدرس للحكم ابن الناصر. لما وصل به الأمر الحكم ابن الناصر كبر وصار ناضج، ولاه أبوه على عينه في ولاية العهد. ولاية العهد يعني يقرب للكرسي الحاكم، يشوف شلون الحكام تحكم كيف تكون. فمن بعد ما ولا على هذا المنصب، ولا مدرسة أو مربية أو مؤدبة على أحد والي على أحد المدن الأندلسية. فارتفع شأن أبو جعفر وصار والي في أحد المدن الأندلسية. ما توفى الناصر مسك ابنها الحكم زمام الحكم، وقام الحكم وخذ أبو جعفر من الولاية وحطه عنده في القصر، صار وزير عنده في القصر ومسك رئاسة الشرطة، شيء عظيم. شوي شوي ارتفعت المراتب بأبو جعفر هذا إلى وصل ثاني رجل في الدولة، يعني مثل ما تقولوا ولي العهد في دولة بني أمية التي كانت في الأندلس. فلما كبر الحكم أصيب بمرض يعني أعفاه عن الحكم، كان مثل الشلل أو شيء من هالقبيلة اللي ما يقدر يدير أمور الدولة. فقام الحاجب أبو جعفر اللي كان مدرسة ثم ولي على مدينة ثم حاجبة، فمسك زمام أمور الدولة وصار هو الآمر الناهي. رجل من البربر، أبو جعفر بربري، مسك زمام الدولة الأموية وأصبح الآمر الناهي فيها، من معلم إلى رجل الدولة. بعد سنتين من مرض الحكم توفى الحكم الله يرحمه، وأصبح حاجب جعفر الآمر الناهي بمعنى الكلمة في الدولة الأموية. هذا البربري أصبح الآمر الناهي من مدرس إلى الرجل الأول في الدولة، لأن الحكم ما ورث إلا ابن وكان صغير في الحكم، فمسك الخلافة لابن، لكن كان الحاجب جعفر هو الآمر الناهي. فبدأ جعفر يقرب ربعه وجماعته يوظفهم حوله وشغلهم، واللي في الشرطة واللي في مدري إيش واللي في الخراج واللي في الجزية، واللي يعني جمع الجماعة كلها اللي حوله من عائلته ووظفهم في الأماكن الحساسة. في ظل حكم جعفر على
بلاد بني أمية في الأندلس، كان الأمويين وأمراء الأندلس اللي ينتمون لبني أمية ما جازوا من الوفاة، يعني اللي ماسك الزمام الأمور له من بني أمية، والطفل هذا ما هو بقادر يصير خليفة للمسلمين لأنه طفل. فمثل ما تقولون اختاروا واحد بينهم اسمه المغيرة يرجع نسبه في بني أمية، واتفقوا أمراء بني أمية اللي في الأندلس كلهم على أن يكون هذا المغيرة هو يعني الخليفة، خليفة المسلمين القادم، ويقتلون هذا الطفل. بعد ما اتفقوا كلهم وخططوا على المخطط، قالوا لا اصبر، هذا جعفر عندنا، لازم يصير جعفر في صفنا، لان ما صار جعفر في صفنا هو الحاكم الان، فلازم نخبر جعفر. فدرى جعفر، علموا جعفر الحاجب لهذا الخليفة، وبس جعفر ما كان خايل، لانه كان ابو هشام الصغير هذا اللي هو الحاكم اللي مات، كان معاهده جعفر انه يقوم بمهام الامور ويكون هذا الولد هو الخليفة، خليفة المسلمين، فكان قلبه حي انت يا جعفر. فاوهمهم مثل ما قيل انه اوهمهم انه معهم خلاص. فلما جاء يوم تنفيذ الخطة، هو قام بخطة ثانية مع مساعدة الجيش والشرطة وهذري، وحكموا على امراء بني أمية، مما سبب في قتل أمير بني أمية اللي اختاروه المغيرة، اختاروه أن يكون خليفة المسلمين. في الزمن اللي كان فيه جعفر مسيطر على الدولة الأموية في الأندلس، بدأ يبرز اسم جديد، أحد يسمى محمد بن أبي عامر، بدأ يبرز اسمه، ارتفع سهمه شوي شوي شوي، إلين بدأ محمد بن أبي عامر يلقبونه بالثعلب، ذكي جدا. إلين بدأ أنت يا جعفر يساعد أصلا، فبدأ يساعد محمد بن أبي عامر، لأن يرفع يرتفع شوي شوي شوي، لين قام محمد بن أبي عامر ويوظف في الأماكن الحساسة ناس موالين له، يعني ناس من تبعه في صفه. فلما أحس بالخطر جعفر خلاص وصل، هدف محمد بن أبي عامر الجديد هو أنا المسيطر على الدولة، هذا هدفه، ما عاد وصل للفوق خلاص، ما عاد في عينه إلا أنا، قام وفكر في خطة، قال ليش ما أزوج ولدي لحد قادة الجيش الكبار، عشان يصير الجيش خلاص موالي لي، إذا تزوج ولدي أحد بنات قادة الجيش. فراح خطب أحد بنات قادة الجيش وعرف ابن ابن عامر ذكي، راح وخطب ابن ابن عامر نفس البنت، فالبنت جاها خطاب اثنين، فشافت يمين يسار، ذكية البنت، اختارت ابن ابي عامر ما اختارت ابن الحاجب، لانها عارفة انسه ما رايح فوق. فتزوجت محمد بن ابن عامر، وبدت الامور تتضح لجعفر ان خلاص أيامه بقت معدودة، يعني محمد بن أبي عامر جاي بياكلك، جاي ياكل الأخضر واليابس اللي قدامه، تزوج بنت قائد الجيش، وهذا هو الحين مسيطر على كل أنظمة الدولة، ما عاد بجل لنا أنا قاعد اسم يعني بس. فبعد أيام قام محمد بن أبي عامر ومسيطر على الدولة الحين بس من غير اسم، يعني الحاجب معروف جعفر، قام محمد بن أبي عامر طلب الشرطة تروح تجيب لهم الحاجب اللي هو رئيس الدولة الحين، يعني رئيس الوزراء، رئيس الدولة. فعرف الحاجب أن أمورك وأيامها قضت خلاص، أيامها راحت معدودة، فقال اصبروا بروح لهالي. فراح لهاله يودعهم، قالوا له وش في؟ قال والله أني كنت أنتظر هاليوم من 40 سنة، في ظلم أنا شاركت فيه من قبل. قالوا وش فيه؟ قال أنا شاركت في ظلم أو في سجن أحد مظلوم ودعا علي. قال وش السالفة؟ قال السالفة كالتالي، عندما كنت والي في أحد المدن الأندلسية سجنت واحد، فنسيت أمره الواحد، إلين مرة جاني في المنام الرجال اللي مسجون ينادي بفك صراحة، فأخاف
جعفر وطلب من بكرة يجيبوا له المسجون. فلما جاء المسجون قال وش دعيت انت؟ وش قاعد تدعي؟ قال والله دعوتي اللي دعيتها ان كل احد اشترك في الظلم اللي انا انظلمته ان الله يميته في سجن مثل اللي انا كنت انا فيه او اضيق منه. فعرف جعفر ان دعوة المظلوم اللي دعا عليه قبل 40 سنة انها استجيبت وان جاء دوري. فودع جعفر أهله وراح مع الحرس لمحمد بن عامر اللي خلاص تقريبا سيطر على الوضع. فدخل عليه ولا معه كتب ودفاتر وناس تقرأ وناس تجرد. فقال وينك؟ وش أنت تصلح في الدولة؟ قال إيش؟ قال قصور خدتها، وظفت عيالك، مال الدولة استخدمتها في أشياء ما تستخدم، أشياء خصوصية لك، يعني خدتها مال المسلمين واستخدمتها في أشياء خاصة لك. رد عليه جعفر قال لا تنسى ترى أنا اللي وصلتك إلى المنصب. قال لا لا، أنت وصلتني المنصب، لكن الحين جاء وقت الحساب. ففصل جميع الناس اللي وظفهم من قرايبه، صادر جميع أملاكه وللسجن. كل هذا هو رئيس وزراء الدولة يعني، والحاجي والآمر الناهي، خذوه ووده للسجن. فأجلس جعفر هذا سنين في السجن، سنين سنين سنين. أرسل ناس تكلم محمد بن عامر، توسط له، سوى كل اللي عليه بس ما قدر يطلع. محمد بن عامر يعني الفكرة ما صح من رأسه. فالناس تقول له طلع خلاص، خليه يروح يموت في عند هلا شايب معاصر 3 خلفاء من خلفاء المسلمين. فقال محمد بن عامر لا. فبدأ يلعب على الوتر الحساس جعفر. وش الوتر الحساس؟ الشعر. شعره ينطلق بين أرجاء الناس بسرعة. فبدأ يكتب له أشعار يترجاه يطلع فيها. قال فيهن عفى الله عنك إلا رحمة تجود بعفوك إن أبعد، لئن جل ذنب ولم أعتمده فأنت أجل وأعلى يدا، إلى أن وصل قائلا إني أقالك من لم يزل يقيك ويصرف عنك الردى. يتطلب يطلع من السجن. قصايد رايحة وقصايد جاية، وقصايد رايحة وقصايد جاية، يتطلب فيها محمد ابن أبي عامر، لكن ما في فايدة. كان يتجاهلها محمد بن عامر، إلي إن جاء وقت واحدة من القصايد اللي أرسلها رد عليها محمد بن أبي عامر قائلا الآن يا جاهلا زلت به القدم، تبغى التكرم لما فاتك الكرم، إلى أن وصل قائلا في قصيدته محمد بن أبي عامر ونفسي إذ غضبت ليست براضية، وإن تشفع فيك العرب والعجم. يوم جعفر المسجون شاف ما عاد في حيلة قال لا تأمنن من الزمان تقلبا، إن الزمان بأهله يتقلب، وأراني والليوث تهابني وأخافني بعد ذلك الثعلب. إلى وصل قائلا إن أتتك عجوبة فاصبر لها، فالدهر يأتي بعدما هو أعجب. فجلس في السجن جعفر إلين مات. فكانت هذه قصتنا، قصة تقلب الزمان، الدنيا عجائب، قصة جعفر بن عثمان المصحفي، من أول رجل في الدولة إلى سجن وبلا شيء إلى أن يموت. مات عام 372 في مدينة الزهرة، مدينة جنب مدينة قرطبة الأندلسية. وذكرني هذا بهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان. بالنسبة لجعفر اللي مات مسجون له بيت عشق جميلة جميلة، عجبني فيها بيت أنا أعطيه 100%، بيت شعر جميل. وكنت تعلم ما شوقي إليك إذ أيقنت
أن جميع الشوق لي خلق. هذا الرومانسي سنقت 10. يلا تصبحون على خير، انتهت قصتنا، نشوفكم على خير.